السلام عليكم الخوت ديالنا والاخوات ديالنا والمتتبعين ديالنا والمتتبعات ديالنا. معاك مع قاره بلادي. كتصور لكم اليوم تبارك الله فواحد الهكتار 10000 متر باينه اليوم تبارك الله. كتصور لكم فيها عقاره بلادي جديده جديد. متتبعين ديالنا والمتتبعات ديالنا والخوت ديالنا والاخوات ديالنا. هاد القطار سطات 10 كيلومتر ولاد سعيد 10 كيلومتر زوين داخل بياضة كيلومتر على الكودرون. بياضة هي اللي قلت لي زعما الكودرون كتشوفو فيها. هاهي حدا السكان، حدا السكان اللي الضو موجود تبارك الله اللهم بارك. واحد الراجل عشرة من الليل القطار خاضو تبارك الله راه مليح. هاد القطار مخير معتبر مليح 24 مليون. هذا واحد القطار واعر زوين معتبر ملكية حرة الورد كاع باغي يبيع موجود. هذا قطار زوين من تحت السكان جاي السكان تما كتشوف السكان تما كتشوف تبارك الله اللهم بارك الناس اللي شاريين السكان هنا فوق وهما الفوق. شوف من الضو تبارك الله كاين موجود الما ديال لوني الضو بعيد منه بها مية ميتر تبارك الله اللهم بارك. هذا القطار داك الطراز عالي مليح مخير من داك الشي هاهو تشوفو. هاد القطار 24 مليون ملكية حرة قليل سطات ولاد سعيد تبارك الله. هاد القطار واعر مخير فيه العرض ديالو تقريبا واحد 100 متر بشعل الطول. وكاين واحد السيد راه شرا منو الهيل الله يعمرها دار واحد الإنسان طيب طيب خلق الله تبارك الله اللهم بارك. هاد القطار زوين هو هذا 10000 متر الثمن ديالو 24 مليون الملكية حرة. زوين هذا القطار مليح مخير هو هذا كتشوفو فيه تبارك الله اللهم بارك. واحد القطار معدي ما نقول فيه هو هذا شتو القطار تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.